بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا وحياكم الله إخواني وأخواتي في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهذا الكتاب كتاب العربية بين يديك، ونحن في الكتاب الثاني الجزء الثاني الوحدة الثانية عشر في الدرس 149. هذا الدرس يتكلم عن النكرة والمعرفة، يتكلم عن النكرة والمعرفة. كما تعلمون الاسم قسمان، نكرة ومعرفة. فالنكرة تدل على شيء غير معين، بينما المعرفة تدل على شيء معين. يعني النكرة شيء غير معين، غير معلوم، غير معروف، unknown we can say، بينما المعرفة تدل معين أو معلوم أو معروف، يعني it's known. طيب سنأخذ بعض الأمثلة حتى يعني توضح لنا أكثر. لاحظ هذه الأمثلة في جزء النكرة. جاء رجل كبير، هذه يعني جملة فيها نكرة. بينما في المقابل جاء الرجل الكبير، حددنا هنا الرجل معرفة. طبعا ما السبب الذي جعلها معرفة؟ فيها ألف ولام كما يسمونها أداة التعريف، or in English article، ألف ولام في الرجل وفي الكبير، بينما هنا بدون ألف ولام في رجل وكذلك في الكبير. فأقول جاء رجل كبير، هذه نكرة. جاء الرجل الكبير معرفة. طيب أيضا رأيت شابا كسولا، هذه نكرة. رأيت الشاب الكسول، هذه معرفة. نجح طالب في الامتحان، هذه نكرة. نجح عبد الله في الامتحان، هذه معرفة، لأن الاسم عبد الله أيضا يعني معرفة. صلى الفجر في المسجد، صلى محمد، اسم محمد، اسم علم، معرفة. طاف حاج، بينما هنا طاف خالد، معرفة، وهنا نكرة. كتبت امرأة، هذه نكرة، بينما هنا كتبت عائشة رسالة، وهذه معرفة. إذن كما أخبرنا النكرة تدل على شيء غير معين، لا أعلم. امرأة، من الامرأة؟ لا أعلم، يعني شيء غير معين. لكن حينما أقول طاف خالد فأنا أحدد هذا الشخص فيكون معروفا لدي، فيكون معروفا لدي، ولذلك سميت معرفة. طيب نكمل أيها الكرام. التدريب الأول، حول الاسم المعرفة والنكرة إلى معرفة لما تحته خط كما في المثال. طبعا المثال، هذا هو المثال أمامكم. لا يجد الشاب عملا. طبعا المعرفة كلمة الشاب لأنها تحتوي على ألف ولام، والنكرة عملا لأنها لا تحتوي على ألف ولام. كيف أحول؟ أقول لا يجد شاب عملا. لاحظوا أصبحت بهذه الطريقة حولنا المعرفة إلى نكرة، وحولنا النكرة إلى معرفة. طيب رقم واحد، سأترك لكم الإجابات مع بعض سويا. يلا رقم واحد، ركبت السيارة. ما الجواب الصحيح؟ كيف أحول كلمة السيارة إلى نكرة؟ أحسن، سيارة بحذف الألف واللام من كلمة السيارة، ركبت سيارة، ممتاز.
رأى محمد طائرة. كلمة طائرة هنا نكرة، أريد أن أجعلها معرفة. كيف أقول؟ رأى محمد، ممتاز، الطائرة، أحسنتم. رأى محمد الطائرة. هناك مهاجرون، كلمة مهاجرون كلمة نكرة، كيف أجعلها معرفة؟ هناك المهاجرون، ممتاز ممتاز، أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله. طيب، سأترك لكم الباقي في المنزل كنشاط تعملونه. هذه بلاد متقدمة، الشباب، الجيش، شاب قوي. المعرفة تتحول إلى نكرة، أو العكس، النكرة تتحول إلى معرفة. سنكمل أيها الكرام. التدريب الثاني، ضع اسما معرفا بأل مناسبا كما في المثال. معرفا يعني نحوله بصيغة التعرفة كما أضفنا الألف واللام. لاحظوا المثال، هذا هو المثال: الطالب في الامتحان. الكلمة الطالب، الطالب. طيب، اذهب إلى فراغ وقابل الطبيب. ما الكلمة المناسبة هنا؟ إذا أحسنتم، ممتاز، اذهب إلى المستشفى أو إلى المركز الصحي، كما يعني هو المناسب. فأقول اذهب إلى المستشفى وقابل الطبيب، ممتاز. اقرأ الكتب، ممتاز. اذهب إلى المكتبة، أحسنتم، ممتاز. إذن اذهب إلى المكتبة واقرأ الكتب. رقم 3، ما رأيكم هنا؟ يطوف بالكعبة. ما رأيكم؟ ما الكلمة المناسبة هنا؟ هل أقول يطوف الحاج بالكعبة، يطوف الطائف بالكعبة؟ كلها صحيحة حقيقة، لكن نحتاج، ممتاز، أحسنتم، نرى الإجابة سويا، ما شاء الله تبارك الله. يطوف المسلم أو الحاج أو الطائف أو الزائر بالكعبة المشرفة، أحسنتم، ما شاء الله. إذا كما قلنا، إذا أردت أن تحول إلى معرفة من صيغة النكرة فقط تضيف ألف لام، أو تحدد الاسم، تحدد الاسم. طيب، نحن حللنا 3، سأترك لكم الثلاثة كنشاط في المنزل. لا تسافر بالبحر، سافر فراغ. بلال من المهاجرين ومعاذ من فراغ. تحتاج باب وخبرة، أنتم ستكملونه. طيب، سنكمل أيها الكرام. التدريب الثالث، أكمل كما في المثال. ما هو أحب العمل؟ طيب، أكمل. إذن أقول أحب العمل والعطاء، أحب العمل والعطاء. أكملنا كلمة العطاء، أكملنا كلمة العطاء. طيب، رقم 1، أريد كتاب القواعد. سنكملها من عندنا نحن. أريد كتاب، وماذا؟ والقراءة، ممتاز، والقراءة والنصوص، ممتاز، والأدب، ممتاز، أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله. إذن أريد كتاب القراءة، القواعد والأدب، القواعد والنصوص، أحسنتم. رقم 2، وصل سفري. الأب، إذا وصل الأب، أحسنتم، والأم، الأب والجد، أحسنتم، الأب والحفيد، أحسنتم. إذا أضيف كلمات كما ترونها مناسبة. هنا ممكن أقول العلوم، وهنا ممكن أكتب الجد، وغيرها من العبارات.
باقي إن شاء الله كنشاط في المنزل تكملوه بإذن الله. طيب نكمل. اقرأ الآيات التالية وعين الأسماء النكرة والمعرفة، ونؤكد نحن نتكلم عن الأسماء، المعرفة والنكرة فقط تأتي على الأسماء، يعني ليس لدينا فعل نكرة وفعل معرفة، وليس لدينا نكرة وحرف معرفة، لا هي كلها فقط في الأسماء. طيب ما رأيكم في الآية الكريمة الأولى؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. أين المعرفة وأين النكرة؟ طيب أحسنتم، ممتاز، أحسنتم. إذن العصر معرفة، ممتاز، والسبب كما قلنا ألف ولام معرفة، الإنسان، ممتاز. إذن هذه معرفة لأنها ألف ولام، خسر من الخسارة، ولكنها هنا نكرة، هنا نكرة، أحسنتم ما شاء الله تبارك الله. طيب سأترك لكم إن شاء الله الباقي في المنزل من الآية الثانية إلى الآية السادسة، أنتم وأبناؤكم وأهلكم وأحبابكم تتدربوا عليها. طيب سنكمل أيها الكرام. طيب ما شاء الله تبارك الله، استمعنا قبل قليل إلى هذه القطعة تتكلم بين العلاقة بين الآباء والأبناء، the relationship we can say between fathers and their son. طيب سنكمل أيها الكرام، لدينا هنا أسئلة استيعاب التدريب الآن، الخطأ ثم صحح الخطأ. رقم واحد، يفكر خالد في العلاقة بين الشباب والشيوخ، هل هذا صحيح؟ لنرى الإجابة سويا، نعم صحيح، إذن هو يفكر. طيب حسن الشخصية الثانية يعتقد أن دور الشيوخ قد انتهى، ما رأيكم؟ هل هذا ذكر فئة القطعة؟ إذن صحيح. رقم ثلاثة، يرى يوسف أن المجتمع يحتاج إلى قوة الشباب وتجربته، الجواب خاطئ، الذي يراه من؟ إلى قوة الشباب وتجربة الشيوخ. والد حسن يعامله معاملة الأصدقاء، وهذا غير صحيح، لا يحترمه ولا يقدره ويعامله معاملة الأطفال، وهذا خطأ كبير حقيقة في تربية الأبناء. يوسف يعمل بنصائح والده، صحيح، السبب أن والده يعامله معاملة الأصدقاء، طبعا في السن الكبير، في السن الكبير
ولذلك هناك هدي نبوي في تربية الأبناء. ما هو هذا الهدي؟ لاعبه لسبع، وربه لسبع، وصادقه لسبع. بمعنى from 1 to 7 this age you have to play with him because he's still children. After 7, from 7 to 14, now it's the time of discipline. We can say التربية. Why? Because this يعني duration it needs you يعني more control for your son. After 14, you have to be his friend. You have to be his friend because now, mashallah, tabarakallah, he is a man. And يعني we need to more take care of him as his friend. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. والثاني أجب باختصار عما يلي، وهذه مجموعة من الأسئلة سأتركها لكم إن شاء الله في أي موضوع يتحاور الأصدقاء، من كان رأيه أفضل. إذا هذه سأتركها لكم. سننطلق إلى الجزء الثاني وهو جزء المفردات. التدريب هنا املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. أين الصندوق؟ هذا هو الصندوق. البس، فكر، توكل، احترم، اتبع. أين سنضعها؟ سنضعها هنا في الفراغ المناسب. طيب ما رأيكم في الفراغ الأول؟ على الله، ماذا أقول؟ أي الإجابات الصحيح؟ ما رأيكم؟ Through the online, no problem, you can answer with us. اعقلها وتوكل أو اعتمد. هنا مكتوب اعتمد لكن هي توكل على الله. توكل على الله. طيب الثاني، والديك، your parents. احترم، ممتاز، respect. احترم والديك. الناس، معاملة طيبة. أعامل الناس معاملة طيبة. النصيحة، النصيحة، اتبع النصيحة في هذا الموضوع. في هذا الموضوع ماذا أقول؟ فكر في هذا الموضوع. فكر في هذا الموضوع. excellent، ما شاء الله تبارك الله. أيضا أليس إلا أو إلبس. طبعا هنا كلمة إلبس وليست أليس. إلبس بمعنى wear this ثوب. إلبس هذا الثوب. ممتاز. طيب التدريب الثاني يطلب منا ماذا؟ صل بين الكلمتين المتضادتين. هنا كلمات وهنا مجموعة من الكلمات المتضادتين. طيب بمعنى opposite. قوة، ماضي الدور. ما رأيكم؟ أحسنتم. ضعف، قوة، ضدها كلمة ضعف. يأخذ، ممتاز. يعطي، أحسنتم. الشباب، الشباب، الشيوخ، ممتاز. ينفع، ينفع، أو ممتاز. يضر، الآباء، الآباء، أحسنتم. الأبناء، المهاجرون، أيوة، الأنصار، ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم، أحسن الله إليكم. سنكمل أيها الكرام. طيب في هذا الدرس بإذن الله سنتوقف هذا اليوم في هذه الملاحظة النحوية إن وأن. إن شاء الله نحن وإياكم سويا الأسبوع الذي يليه أو اللقاء القادم في شرح هذه القاعدة أو الملاحظة النحوية إن وأن،
وسنكمل ما تبقى لنا من بقية الدروس. أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.